تحية لزملائنا اللي عدوا التقرير، تحية لكل المشاهدين انضموا الآن لمتابعة صباح الشروق. الأجواء الخريفية الماطرة دي الممتعة المنعشة بالنسبة لكل الناس، برضو كمان في أضرار سالبة كبيرة محتاجين نقيف عندها وننور بها المشاهدين والمتابعين، لأنه في خلط كثيرا في الفترة الأخيرة بالذات لأدوار الدفاع المدني في السودان وفي المركز على وجه الخصوص بالخرطوم ياسا. صحيح، وبنسمع دائما المواطن بيقول لك يا اخي الدفاع المدني ذاته مشغل، هو ينوصي شغلهم بيعملوا في شنو؟ عشان الكلمه دي تحديدا وعشان نشوف نحن مهام الدفاع المدني هو شنو بالتحديد، حبينا يكون ضيفنا اليوم في اليوم الماطر جدا وفي الشوارع اللي احنا شايفينها السيد عميد شرطه احمد يوسف، مدير فرع الوقايه والسلامه، عضو لجنه طوارئ الخريف ولايه الخرطوم بالدفاع المدني. اهلا وسهلا بك السيد العميد وصباح الخير عليك. مرحبا، مرحبا بك الاخت انسام، الاخ حمزه. نحيي المشاهدين في هذا الصباح الباكر، هذا اليوم الماطر على ضفاف النيل الأزرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بدأت تشرق شوية، يعني الشمس بدأت تطلع شوية. نعم، كذا. نعم. ممكن تسهل وتخفف لكم الأعباء بتاعت إن شاء الله يوم يكون يوم جميل جدا على طيب نتكلم ولاية الخرطوم. نعم. إن شاء الله نتكلم في البداية قبل ما نخوض في التفاصيل عن ثقافة المواطن نفسه أصبح في الفترة الأخيرة بالنسبة للوقاية والحماية وأخذ التحوطات اللازمة، أنت كيف بتشوفها؟ هل هي تطورت باختلاف الناس وتعدد الوسائل في الفترة الأخيرة؟ نعم، لسه نحن محتاجين لزيادة جرعة الوعي فيما يلي إجراءات الوقاية والسلامة وفيما يلي أعمال الطوارئ. الدفاع المدني نحن نديه تعريف أولاً. نعم. هو جملة الإجراءات التي تقوم بها الدولة، كل الدولة، لحماية مواطنيها من آثار الكوارث، سواء كانت هذه الكوارث طبيعية أو صناعية. إحنا عندنا نوعين من أنواع الكوارث، في كوارث طبيعية وفي كوارث صناعية. الدولة الإجراءات اللي تقوم بها كل هذه ده هو عمل الدفاع المدني من ناحية عامة. الكوارث الطبيعية طبعا مثل الأمطار، السيول، كل حاجة الإنسان ما عنده يد أو دخل في حدوثها. الكوارث الصناعية هي كوارث الإنسان جزء من مسبباتها أو هو عنصر أساسي في مسببها، مثل الحرائق والانفجارات وغيرها، بكل الإنسان هو له دور رئيسي في أنها تحدث. إحنا الآن طبعاً أمام فصل الخريف، كوارث طبيعية. نعم، أمام فصل الخريف، تعتبر الكوارث الطبيعية فيه مشهورة جداً في فصل الخريف. ممكن تكون في بعض الكوارث الصناعية أثناء فصل الخريف، لكن الشائع هي الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات وغيرها والانهيارات، أشياء كثيرة جداً ممكن تحدث في فصل الخريف. الحمد لله فصل الخريف نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، والناس حقه تتذكر النعمة دي، لأنه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول جعلنا من الماء كل شيء حي. أكيد. ففصل الخريف هو من النعم علينا، لكن قد تحدث فيه بعض الأضرار نتيجة لبعض الأخطاء الهندسية أو بعض الأخطاء في التصريف أو السكن في مجاري الأنهار والسيول، كلها من الأشياء الممكن تسبب لينا في كوارث. يعني السيد العميد احمد يوسف، بما انكم مختصين بدائره الدفاع المدني شايفين انه احنا الان. نعم. من امطار في الخرطوم، جاهزيتكم ومداها وانتم ذاتكم دوركم المنوطين به شنو؟ نعم، احنا والحمد لله سبحانه وتعالى من بدري جدا عددنا خطه الخريف لهذا العام بالتنسيق طبعا مع كل الجهات ذات الصله، في لجنه عليا براس السيد والي ولايه الخرطوم، وفي لجنه براسه وزير التخطيط العمراني، نحن ممثلين موجودين في هذه اللجان على مستوى المحليات السبعة. عندنا إدارات، إدارة الدفاع المدني على مستوى كل المحليات السبعة موجودة ومتواجدة وفاعلة جدا. عندنا غرف فرعية شكلت قبل بداية الخريف، حصل طواف على مستوى الجسور على مستوى النيل من بدري جدا قبل الخريف وقبل الفيضان، تأكدنا انه الجسور دي الحمد لله بحاله سليمه. طبعا الكلام ده بالتنسيق مع البنيه التحتيه، لانه دي مهمه البنيه التحتيه هي هذه الجسور، لكن احنا كدفاع مدني عندنا مهمه تنسيقيه كبيره جدا مع كل الجهات دي، اطمأننا تماما على انه الجسور دي جيده ومتينه ما قبل الخريف. نعم. في برضه مرور على بعض المصارف الموجوده والمشيده وغير المشيده، الترتيبات دي كلها تمت قبل بدايه الخريف يعني. الحمد لله حتى الان. انتوا دوركم في شنو؟ احنا دورنا في 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 الاشياء دي تنسيقي وترتيبات له، يعني احنا بنراقب ننسق لهذا العمل. الان نحن على مستوى الولايه وزعنا 19 نقطه ارتكاز على مستوى النيل. جميل. بيكون فيها موجودين عناصرنا بتاع الدفاع المدني لمراقبه النيل على مدار الساعه.
ومساعدة المواطنين في حالة انكسار النيل، مساعدتهم الفورية من هذه المواقع. ده دورنا واضح جدا في ميال النيل. في ميال الأمطار نحن إذا حدثت كارثة، تطورت الكارثة، نحن نتدخل في انهيار بتاع منازل، في خطورة على المدينة، نحن نتدخل. في الأحوال العادية التدخل المحليات، المحليات الإدارية هي اللي بتقوم بالواجب بتاع شفط المياه من الشوارع وغيرها وهكذا يعني. طيب ساعة العميد، يعني نحن عشان ننقل هموم المواطن اللي بتابعنا الان في صباح الشروق، الناس بتخلط. نعم، احنا بنشوف انه حتى الحاجه دي مربوطه باستراتيجيه الدوله، مربوطه باستقرار البلد ذاته، يعني استقرار التنميه والحاجات زي دي. نعم، انتوا عندكم دور معين بتقوموا به، ولكن بالتشبيك مع جهات اخرى يعني. وعلى طول احنا عندنا قصه الخريف فاجئنا دي، بقت متكرره وكانه لزمه او عاده بالنسبه للمواطن او حتى بالنسبه للمسؤولين، يعني ما عايزين نجحف في حقهم، حقكم برضه مقدر. فالحاجات دي عشان الاتهامات اللي بتري اتباعا دي، هل الدور اللي بيحصل ده كله او الازمات اللي بتحصل في الفتره الاخيره بالذات في فصل الخريف هي كلها من نصيبكم، ولا الحاجه دي برضه موكله لناس ثانيين يشاركوكم الهم ده والمسؤوليه دي؟ لا لا، في جهات كثيره جدا عندها علاقه بالموضوع، اهمها وزاره البنيه التحتيه، لان هي مهمتها يعني هذه الجسور وهذه المصارف. احنا بننسق معها في هذا العمل، لما يصل لمرحله انه يكون في كارثه بنضطر نتدخل. احيانا نساعد الوحدات الاداريه اذا الامر يستفحل وهم المساله بقت لهم اصعب. برضه ايضا احنا كدفاع مدني عندنا شفط للطرمبات بنعمله في بعض المواقع الحساسه، ده لتخفيف المعاناه على المواطنين. لكن بصفه اساسيه كل جهه عندها دورها المنظف. اللوم بعد يجيكم من المواطن. نعم، احنا لانه نحن بنسهر في الاول، احنا دائما لانه سرعتنا اسرع من غيرنا. نعم، بنستجيب طوال، بكون المستجيب الاول، وعاده المستجيب الاول ده بيكون هو في وش المدفع في الحادثه يعني. فيمكن حركتنا السريعه، وجودنا على مدار الساعه في مواقعنا كلها المنتشره على مستوى ولايه الخرطوم، يجعلنا نحن نسهر اول الناس يعني. لكن كل جهه عندها دورها منظفها في هذه العمليه. جميل. السيد العميد، بما انك انت كمان عضو لجنه طوارئ، ولما نقول طوارئ طوالي بيجي في اذهان كل انسان حاله الفيضانات الحاصله الان في السودان تحديدا، اذا كان في 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 المناجل ولا في النيل الابيض. انتوا كتوجيهات او كدور قمتوا به خلال الفيضانات دي من توعيه لحاله بتاع الطوارئ، لانغاز حصلت كوارث كثيره، في ناس شالوا مسيل وفي ناس اتهدمت منازلهم، شنو انتوا كان مسؤولين عليكم؟ طبعا احنا طبعا من ناحيه اعلاميه من بدري جدا تم التحذيرات للمواطنين الساكنين على ضفاف النهر، المواطنين الساكنين في مجاري السيول تم التحذير انه هم يبتعدوا عن هذه المجاري قبل الحاجه دي ما تحصل. قبل ما تحدث. نعم، انذار مبكر. نعم، ففي انذار حصل لكل المواطنين في على مستوى السودان يعني. انا بتكلم على مستوى ولايه الخرطوم، الحمد لله ولايه الخرطوم هذا العام يعني الخريف بتاعها ما في اشياء مدمره كثيره، مختلفه عن السنين السابقه. مستوى الفيضان حتى الان يعني مرحله النيل وصل مستوى الفيضان، لكن اقل من منسوب العام السابق بحوالي متر. فما زلنا نحن في مرحلة محترمة جدا، ما عندنا مشاكل كبيرة. حصل لنا مشكلة في واحدة من 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 الغرف في على مستوى محلية جبل أولياء، يعني يمكن حوالي 11 منزل تضرروا، وفي سيل في أم درمان أيضا برضه. يعني كل الأضرار عندنا على مستوى ولاية الخرطوم، 28 منزل، كل 28 منزل جزئي، تعتبر مقارنة بالأحداث بتاعت السنين اللي فاتت تعتبر قليلة جدا. فالحمد لله يعني مستوى النهر نحن بالنسبة لنا حتى الآن بالرغم من أنه وصل مرحلة الفيضان، لكن مطمئن، ونحن نتوقع أنه لحد ما بعد 15/29/9 نكون تماما مسألة الفيضان دي يعني تكون انتهت. السيد العميد، تحدثت عن ولاية الخرطوم فقط. نعم، لكن تحدثت عن ولايات السودان عموما، اللي حاصل الكارثة الحاصلة الآن في الولايات، ما عندكم دخل فيها مثلا أو ما بتقدروا تتدخل، ولا ده ما دوركم؟ لا لا، احنا كإدارة عامة للدفاع المدني عندنا تدخلات تم على مستوى الولايات كلها، لكن أنا بتكلم لك على مستوى ولاية الخرطوم. بالنسبة للولايات اللي تضررت، الولايات تضررت تضرر كبير جدا في هذا العام، وخصوصا ولاية الجزيرة، منطقة المناقل، أعداد كبيرة جدا من المنازل انهارت، يعني إشكالات كانت كبيرة جدا في عدد من الولايات. نعم، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى في هذه الولايات،
وسيرة غوافل كبيرة جدا لهذه الولايات. أنا شخصيا كنت على رأس غافلة توجهت إلى ولاية النيل الأبيض، وكل القادة توجهوا إلى هذه الولايات بقوافل إغاثية، قوافل فيها مواد إغاثية ودعم لهذه المناطق المتضررة. مجلس القوم للدفاع المدني ساهم بنسبة كبيرة جدا في تخفيف هذه الآثار، وأرسل القوافل لجميع المواقع المتأثرة من جراء السيول والأمطار. أيضا رئاسة الشرطة أرسلت قوافل أيضا لهذه المواقع، ويمكن كل الجهات يعني دعم السريع في منظمات المجتمع المدني، الخيرين من أبناء السودان، فحصل يعني تلاحم شعبي كبير جدا جراء هذه الكوارث التي أصابت بقية الولايات. طيب سعادة العميد، تكبية تكلمت أنه في كوارث طبيعية وكوارث صناعية. نعم. نتكلم عن نقطة مهمة هي السلامة المهنية. نعم. مرات برضو الناس بتتكلم وتتداول كثير من منصات التواصل الاجتماعي أنه الاستجابة، إحنا مقدرين مجهودكم، بيقولوا أنه الاستجابة بتيجي متأخرة. الحاجة الثانية، ما بتتوفر أدوات السلامة المهنية اللازمة حتى بالنسبة لأسرة الدفاع المدني اللي بتجي تحاول تعمل عملية بتاع الطوارئ أو إنقاذ يعني. فهل هو عدم إمكانيات، ولا في الإمكانيات متاحة، ولا بسيطة، ولا شحيحة، ولا كيف بتقدروا تقدروها أنتم؟ طبعا أنا إذا فهمت سؤالك بتتكلم عن السلامة المهنية في المشاهد. النقطة السلامة المهنية. الحاجة الثانية، متكلم عن الدفاع المدني ذاته مدى استعداده، هل في إمكانيات كافية؟ لأنه هو حتى الآن يعالج عمليات الإنقاذ في الخريف، وبرضه في المنشآت الصناعية ما بتتوفر سلامة مهنية حتى بالنسبة للمنشآت دي نفسها يعني. نعم، نحن طبعا عندنا أتيام تتحرك يوميا على هذه المنشآت على مدار السنة أو على مدار الساعة، بيتم المرور على كل المنشآت الصناعية والمنشآت الهامة على مستوى ولاية الخرطوم. عندنا تقرير يومي بيصنع عن هذه المنشآت، عندنا أتيام ممتازة جدا شغالة في هذا العمل، عندنا تيم للمخالفات ايضا بيمر على هذه المواقع للتاكد من تنفيذ اشتراطات السلامه. يمكن في الفتره السابقه دي كان في عمل كبير جدا فيما يلي السلامه المهنيه في المنشات الكبرى مثل المصانع وغيرها، واكبر دليل على ذلك احنا في احصائياتنا الحرائق الكبيره المدمره العدد بتاعها قل جدا خلال الثلاث سنين السابقه دي. ده نتيجه للاجراءات الوقائيه تمت بواسطه اداره الدفاع المدني. في اجراءات كبيره جدا بتتم، يمكن بالنسبة لأصحاب المصانع وأصحاب الشركات الكبرى واضحة جدا بالنسبة لهم، قد ما تكون ظاهرة للمواطن العادي من برا، لكن إحنا ظاهرة لنا جدا في إحصائياتنا إنه الحوادث المدمرة قلت بنسبة كبيرة جدا عن السنين الفاتت بدل الإجراءات الكبيرة تمت فيما يلي إجراءات الوقاية والسلامة في هذه المواقع. ما جانب الاستعدادات؟ سؤالك الثاني، إحنا عندنا استعداداتنا الحمد لله تعتبر جيدة، إحنا جاهزين الحمد لله، عندنا جاهزية عالية جدا، قواتنا يعني على مدار الساعة جاهزة حتى في غير لحظات الاستعدادات والاستنفار. نحن على مدار الساعة متواجدين على الرقم 928. أي مواطن داخل ولاية الخرطوم محتاج لأي خدمة من الدفاع المدني ممكن يتصل علينا يلقانا بصورة مباشرة ونستجيب له. نحن أي بلاغ داخل ولاية الخرطوم قاعدين نستجيب له على الفور. نحن بنستجيب للبلاغ بأقصى سرعة تتوقعها. لو زرتونا في مواقعنا تعرفوا تماما إنه نحن نتحرك سريع جدا، لكن بتبقى المشكلة بعد المسافات له دور، يعني الشوارع في له دور، أشياء عوامل كثيرة جدا ممكن تجعل المواطن يعتقد إنه في تأخير في الوصول. يعني أنا ممكن أضرب لك مثل، إذا كان أنا عندي مثلا مركز بتاع إطفاء في بري مثلا، وأنا عايز أصل لآخر منطقة في جريف غرب بعد المعمورة وغيره، تخيل المسافة دي حتكون كم لحد أنا ما أصل؟ أكيد في زمن تستغرق هذه العربة لحد ما تصل. فما في نقاط يعني برضه. ما في تأخير أبداً، في سرعة يعني سريعة جداً قاعدة تقوم. يعني إحنا ناس ديل ما بيمشوا مشي عشان يصلوا للعربية، هم بيركضوا ركض. نعم. إذا هم أثناء الصلاة، أثناء ما بأدوا الصلاة، إذا ضرب إذا قرع الجرس تقطع الصلاة ويحصل المواطن في نفس اللحظة. يا سلام. ممكن تجوا تصوروا هذه المشاهد لو حبيتوا تجونا ان شاء الله. الكلام ده موجود، مجهود كبير وجبار اللي انتم بتقوموا به. نعم نعم. فمن خلال مجهودكم الكبير والجبار السيد العميد، انت تحدثت عن ارتكازات، الارتكازات اللي عندكم موجوده، دور شنو هي ذاته، والمناطق اللي انتم مستهدفينها تماما يكون فيها الارتكاز، وين بالتحديد؟ طيب نحن طبعا الارتكازات دي بنضعها في مناطق احنا بنسميها مناطق الحشاشه. مناطق الحشاشة دي نحن المناطق اللي بنتوقع فيها حدوث أخطار للمواطنين القاطنين على مستوى النيل. ونحن طبعا
بنحذر وبنقول انه في حاله فيضان و و و يجب انه المواطن يبتعد عن هذه المواقع، وما المفروض اصلا يتم السكن فيها. احنا هسه بنتعامل مع المعالجات اللي بتتم في الاصل ده سهل فيضي خاص بالنيل، ما المفروض يكون فيه سكن. النيل ده يتمدد يعني بصورته الطبيعيه كما يشاء، هاي بصورته الطبيعيه ما المفروض يعني احنا هسه تقريبا هسه احنا الان مكاننا اللي قاعدين فيه ده هو ذات امتداد للنيل، هو ذات امتداد للنيل، هو تعدي على على على, على المجرى وغيره وغيره، عشان كده بتحصل مثل هذه الاشكالات. لكن بالرغم من ده احنا واجبنا لانه حمايه الارواح والممتلكات من اهم واجباتنا، ان احنا المواطن ده مهما كان ساكن في مكان ما سليم او مفروض، في اللحظه دي احنا واجبنا ننقذه ونتعامل معه. عشان كده بنعمل هذه النقاط في مناطق نحن بنسميها مناطق الهشاشة، اللي هي المناطق اللي بنتوقع منها انه تحدث فيها اخطار. عندنا في محليه جبل اولي عدد من المواقع هنا في الخرطوم، مثلا في الخرطوم عندنا جزيره توتي، عندنا شارع النيل هنا، وعندنا منطقه اسمها واد عجيب. في محليه جبل اولي في ديم البساطات، في اخر محليه جبل اولي الكلاكلات، عندنا فيها بعض المناطق الارتكاز والدرمانات، عندنا في الصريو وغيرها من مناطق الدمار. هي ارتكازات موجوده على مدى ال 24 ساعه؟ مدى ال 24 ساعه خلال هذه الفتره، ما بتكون السنه كلها. ايوه بتكون الفتره اول ما خلاص الفيضان يقارب يصل المدى بتاعه، طوال احنا بنوزع ارتكازات. يعني احنا وزعناها تقريبا قبل حوالي 10 ايام تم توزيع هذه الارتكازات في هذه المواقع، وفيها ناسنا موجودين وهم يعني عندهم معيناتنا الموجوده ومستعدين يتلقوا اي بلاغ من اي مواطن عشان يتعاملوا معاه آليا في نفس اللحظه. سعادة العميد تكلمت قبل عن الأرقام الممكن يعني يبلغ بها المواطن عشان تحصل الاستجابة، الآن أصبح برضو طرق التبليغ مختلفة. نعم. وانتشار المعلومة أصبح بصورة سهلة، عشان كده بيكون في تداخل كبير وحجة بتاع معلومات ممكن تكون مغلوطة وممكن تكون صحيحة. نعم. فكيف بتتعاملوا برضو مع الأخبار اللي بتنشط في الميديا يعني بخصوص الفيضانات الحالية أو بخصوص الحياة بتكون صناعية تحصل في بعض المنشآت الصناعية يعني؟ احنا طبعا عندنا المجلس القومي للدفاع المدني يترأسه السيد وزير الداخليه والامين العام السيد الفريق شرطه عثمان عطل مصطفى للمجلس القومي، عندنا ناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السيد العميد عبد الجليل عبد الرحيم، يوميا عنده نشره بتتكلم عن الاضرار على مستوى السودان وما يحدث، وبيدي التقرير الاخباري الخاص بالمجلس القومي للدفاع المدني. فالمعلومات الاساسيه بتجي من الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، ووضح فيه الحقائق بصوره واضحه جدا، ويمكن حصلت عده مقابلات معه في عده قنوات، ويوميا التقرير الاخباري بيظهر لكم. يعني هل بحجم السرعه بتاعت انتشار المعلومه في الميديا يعني كيف بتواجهوا الحاجه دي؟ يعني مرات المعلومه بتطلع احنا مع جهات رسميه، نحن لو تتبعنا الاشاعات تبقى مشكله، لكن عندنا برضه ما اشاعه تصحيح قبل وقوع نعم. الكارثه يعني هو تصحيح مسبق بالنسبه نعم. للجهات احيانا يتم نشر الاشاعه من غير قصد، نعم تحدث بعض الاشاعات في مسائل كثيره جدا. احنا واجبنا طبعا نصحح المعلومات كما تفضل. عندنا قسم للاعلام مختص بهذا العمل موجود في الاداره العامه، عندنا برضه على مستوى الولايه في قسم للاعلام مسؤول منه اخوتنا الرائد مياسر، في الاداره العامه في نقيب اسمه شابح ده برضه مسؤول الاعلام، ده برضه من دوره بانه يبصروا المواطنين بما يدور وتصحيح المعلومه صحيح. يعني جميل، دي حاجه جميله. وسيد العميد بما انه نحن بنشوف الاسعافات الاوليه في كل بيت قد تكون موجوده، نعم. دارين نشوف الدفاع المدني في كل بيت وفي كل منشاه وفي كل مكان، نعم. يكون موجود من خلال الدورات اللي انتم ممكن تقدموها للناس ديل، نعم. دارين نشوف كيف ممكن توروا زول انه اذا حصلت كارثه في البيت لا قدر الله تتصرف. كيف انه الكوارث اللي بتحصل في الشارع حصل لك اي موقف كيف تقدر تتصرف للموقف ده، انتم عملتوا دورات او بتعملوا او ممكن نشوف حاجات زي دي؟ طيب انا هسه من هذا المنبر ادعو كل مواطن ولاية الخرطوم يصلوا لاقرب مركز للدفاع المدني، ممكن يعني يوروهم طريقه التعامل مع الطفايه، طريقه التصرف في حاله الكارثه اثناء البيت. احنا جاهزين نستقبلهم، دارون يجونا في اداره الدفاع المدني ولاية الخرطوم، عندنا قسم مختص بالاعلام ممكن ينورهم، عندنا قسم خاص بالتدريب الوقائي داخل الدفاع المدني ولاية الخرطوم، قاعدين ندرب كل المؤسسات على مستوى ولاية الخرطوم، وعندنا دورات تعقد بصفه يوميه للمؤسسات المصانع وغيرها، لانه دي المخاطر بتاعتها اكبر. بالنسبه للمواطن انا من هذا المنبر يعني اوصي بانه في كل بيت اخواننا المفروض الزول يكون على الاقل عنده طفايه او طفايتين بدره كيميائيه وسعه 2 كيلو، حاجه صغيره كده تعلق بالقرب من باب المطبخ
دي مهمة جدا جدا يا اخوانا، واستخدامها سهل جدا جدا في حالة حدوث حريق داخل المنزل. يعني المسألة سهلة وبسيطة جدا، حتى الإرشادات موجودة على الطفاية نفسها، أي أنك تنزع تيلة الأمان وتضرب المقبض وتوجه في قاعدة النار. النار دائما في بدايتها بتكون بسيطة جدا جدا، وممكن الناس تستهون بها، لكن خلال زمن وجيز جدا ممكن تحرق كل المنزل، ممكن تسبب في إصابات، ممكن تسبب في وفيات، وخصوصا أنه العمران عندنا اختلف ما بنفس الطريقة. الزمان زمان احنا البيوت عندنا مفتوحه ومن السهل جدا الهروب منها، لكن هسه الان بقت في طوابق وفي عمارات عاليه وطوابق، فيبقى الحركه والهروب حيكون يعني فيه صعوبه، محتاج انه الانسان يكون واعي بالاشياء اللي حوله. عندنا البوتجاز في المنزل من الاشياء المهمه جدا انه الناس تراعي تتعامل معها كيف، لابد انه بعد ما تستخدمه لازم يقفل من 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 الموقعين، من موقع البوتجاز وتامين الانبوبه نفسها، دي من الحياة المهمه جدا جدا. المطبخ لازم تكون فيه تهويه، لابد انه تكون فيه تهويه لانه الغاز لو يتسرب برضه بيخلق مشاكل كبيره جدا، ممكن يتسبب في اختناق. فصندوق بتاع اسعافات اوليه بسيط صغير كده بيكون معلق، المفروض يكون قاعد في البيت، دي من الحاجات المهمه جدا. عندنا حاجه اسمها بطانيه الحريق، دي موجوده في 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 شركات الاطفاء، شركات الاطفاء دي موجوده على مستوى الخرطوم، متوفره جدا هنا في في شارع كاترينا وغيرها. بطانيه الحريق دي معلش هي بطانيه مخصصه، احنا افتكرنا اي بطانيه مخصصه للحريق، اذا ما جبتها وخديتها في البيت ممكن تستخدم البطانيه العاديه، لكن ما بتدي نفس الفعاليه بتاعت بطانيه الحريق دي، لانها هي مخصصه بطريقه معينه مصنوعه صناعه بحيث انها تخمد هذا الحريق لو لا قدر الله الانسان جاءه في جسمه. نعم. ممكن تغطيها به تقدر تحميه من شر الحريق يعني. فثانيا بالنسبه للامطار، الناس تراجع بيوتها، تراجع الشباليك بتاعت البيوت، تراجع المجاري بتاعت المنازل، الموتورات بتاعت الكهرباء، لانه الموتور برضه فيه مشاكل كثيره، الصعقات الكهربائيه مرات تحصل نتيجه لهذا. اثناء المطر احنا نوصي بانه عدم التحرك اثناء المطر، اذا اضطريت انك تحركت اثناء المطر حاول جنب يمين الشارع لحد ما المطر تقل الحده بتاعته، لانه في حفر حركه الرياح برضو. حركه الرياح بتكون عاليه جدا، ممكن تسبب سقوط الاشياء، فده كله من اذا في سيل جاري يا اخواننا برضه المفروض الانسان اصلا ما يخاطر التاسع. حتى ولو انتظر يومين في موقعه ما يخاطر بانه يقطع سيل، لانه دي الخطوره اللي بتسبب في الوفيات. احنا حتى الان دفاترنا ما رصدت اي حاله وفاه في ولايه الخرطوم الحمد لله. وتعتبر ولايه الخرطوم حتى الان في مرحله ممتازه جدا من الخريف، تراكمات المياه دي اثناء الخريف طبعا من الاشياء العاديه عندنا في الخرطوم، لانه المصارف ما بتسع كميات المياه الموجوده دي، وبالتالي بتحصل بعض التراكمات وبتتم يعني التعامل معها من الوحدات الاداريه المختصه داخل الولايه. طيب سعاده العميد، نرجع للمحور الرابع اللي كنا بنتكلم عن المنشات، وتكلمت عن التهاون، نربطها مع بعض. كثير من المصانع الان موجوده هي في قلب المناطق السكنيه، يعني تكلمنا عن الدفاع المدني او السلامه المهنيه الموجوده داخل المصانع نفسها، هل في ردع بالنسبه للمخالفين؟ بيتم تكلمت عن لجان قبيل، اللجان الدورية دي حسب التقارير، هل بيتم إغلاق مراكز أو مصانع بعينها ما متوفرة فيها الاشتراطات بتاعت السلامة المهنية، ولا كيف بتتعاملوا مع الحاجة دي؟ لأنه في تمدد في الفترة الأخيرة يعني. تمام، إحنا بحمد الله سبحانه وتعالى فعلنا قسم المخالفات، ده قسم نشط جدا اسمه قسم المخالفات، فأي مخالفات ترصد وصاحب المنشأة يرفض تنفيذها أو يهمل تنفيذها نحن بنقوم معه ببعض الاجراءات. الحمد لله تم انشاء نيابه مختصه بالسلامه، هي في نيابه الخرطوم الشمال. كل من يعني يهمل او يرفض اتباع اجراءات البقاء والسلامه نحن بنتخذ ضده اجراءات قانونيه لحين ما ينفذ هذه الاجراءات. عندنا برضه سلطه اغلاق الموقع، نحن ما قاعدين نستخدمها الا في حالات نادره، يعني الا بعد تعنت كبير، لان اجراءات البقاء والسلامه اجراءات قد تحتاج لبعض الزمن، في اجراءات سريعه جدا مثل انك يعني الطفايات، و في بعض الاشياء سريعه وفي بعض الاشياء محتاجه لبعض الزمن، لكن ندي الانسان زمنه الكافي لانه يطبقها. لكن اذا حصل تعنت في عدم التطبيق نحن ممكن نقدم الانسان للقضاء يعني. جميل. نعم.
السيد العميد، زي نحن قلنا الان ارتفاع منسوب النيل مع الامطار وهطوله المتزايده اللي احنا شفناه، غد يكون ممكن يشكل خطر بالنسبه لكم او للمواطن. عندكم اي اجراءات للسلامه للمواطن في انه في مناطق معينه ما تقربوها، في اماكن معينه يكون في توجيه او نداء عام للشعب، يعني انه المكان الفلاني الناس ما المفروض تمشي عليه؟ نعم طبعا، اصلا في فتره الخريف دي وفي غير فتره الخريف احنا ننصح انه الناس تبتعد عن مجرى النيل وما تدخل النيل ده للسباحه او لغيرها. حتى المراكب والمعديات اثناء الفتره بتاعت الفيضان يفترض انها ما تتحرك، لانه بيكون في خطوره، الجريان بيكون سريع والرياح ممكن تجري، فممكن تحدث مشاكل كبيره جدا. احنا ننصح جميع المواطنين انه يبتعدوا تماما عن مجرى النيل، سواء كان النيل الازرق او النيل الابيض في هذه الفتره بالذات. لكن احنا نطمن الجميع انه نحن الان يعني على مشارف نهايه الخريف، احنا اذا وصلنا لحد 15/20/9 نتوقع انه النيل يكون حصل فيه خلاص، بدا مرحله انه النزول التدريجي. الامطار ايضا نتوقعها لحد بعد 15/20/9، الامطار بعدها حتبدا تقل تماما يعني ان شاء الله. في نقاط مهمه حابه تقدمها للمشاهد؟ يعني عندنا اقل من دقيقه ممكن تنور بها المشاهد بخصوص المناسيب النيل اللي انت تكلمت عنها، لكن بخصوص الطوارئ والكوارث الحاليه. نعم، عايز تنبه المشاهد لحاجه معينه قبل ما نختم معاك؟ والله ننبه المواطنين تماما بانه يصلوا، يعني ما يستحوا انه يصلوا للجهات في حاله حدوث اي ضرر عليهم، يعملوا اتصالاتهم، يصلوا للوحدات الاداريه لتقديم الدعم والعون اللازم. ويعني الدوله ان شاء الله متكفله بكل الاضرار صاحبه المواطنين خلال هذه الفتره. السيد العميد نحن شاكرين ومقدرين لوجودك، وخلينا نذكر بس اخيرا في رقم الهاتف للتواصل السريع والنداء السريع لكل مستغيث. يعني نعم 928 وفي برضه 3 تسعات برضه بتجيبك 928، لكن 928 ده الرقم المباشر لنا في الدفاع لسرعه الاستجابه 928. نحن مقدرين جدا عميد شرطه احمد يوسف، كثر خيرك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها الآن للمشاهدين مشاهدي صباح الشروق. كثر خيرك، أشكركم جزيلا. شكرا جزيلا، شاكرين ومقدرين لك السيد العميد شرطة، مدير فرع الوقاية السلامة، عضو لجنة طوارئ الخريف ولاية الخرطوم الدفاع المدني، شكرا لحضورك ووجودك معنا. شكرا مشاهدينا، نتواصل معكم فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل الصباحات الندية، خليكم قريبين.